ايه بقى التحفظات اللي ليكم عليه بانكم اشتغلتوا معاه؟ يعني مفيش توازن دفاعي، معدل الاهداف اللي بيدخل فينا كان كبير جدا جدا. يعني احنا حتى اللي هو اشتغل في وادي دجله سيزون ونص بالظبط، يعني في موسم الاولاني حتى انا فاكر الارقام، يمكن الموسم الاولاني كنا احنا داخل فينا بعد ما نهينا الموسم كان داخل فينا ماينس 7. كان في برضو لو في فرقه الاول كان بيبقى فيه شويه في ريسك زياده قوي، يعني كان يعني الريسك عالي جدا، مع برضو في مشكله لو في فرقه بتلعب زون مفيش حلول قويه، يعني كان ممكن تحس ان احنا وادي دجله بيمسك في وقت الناس كانت زهقت مننا. في استحواذ سلبي، بنلعب مع جول كتير، بنلعب في نص ملعبنا كتير، مفيش تهديد على المنافس كتير. يعني يطلع مثلا استحواذ ممكن معادين حاجه و70%، لكن الاكسبكتد جول رقم قليل جدا. فيمكن الحاجات دي الحمد لله حصل معاك اشتغلنا عليها بما اننا كنا معايشين ليه. يعني ده حصل تطور حتى في الفتره اللي انا مسكت فيها مع الجهاز اللي احنا اوريدي كانوا موجودين وقت مستر تاكس، حصل اختلاف كبير جدا. بقى في كره جماليه، في استحواذ، في ايجابيه، بنجيب اجوال بمعدل تهديفي عالي جدا، ما بيدخلش فينا اجوال كتيره، يعني اتعالجت فنيا تكتيكيا. لكن دي كانت اهم مرحله.